بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. في البداية أرحب بأخي عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة لدولة السودان الشقيقة والوفد المرافق له، تمنيا لهم إقامة طيبة بين إخوانهم وفي بلدهم الثاني الجزائر. يعلم الجميع طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسوداني الضاربة في التاريخ والمبنية على أواصر التعاون الوثيق والصداقة والاحترام المتبادلين. تتطابق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية، والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، حيث تعود الكلمة الأولى والأخيرة دائما بمكونات الشعب السوداني الشقيق. نحن على يقين بأن السودان سيتجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفضوح ضده، كما تحيي الجزائر موقف السودان الشقيق الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطراً داهماً على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب. أجدد مرة أخرى الترحاب بأخي عبد الفتاح البرهان في بلده الثاني والوفد المرافق له، متمنياً لبلدينا كل الخير والاستقرار، ومرحباً. شكراً. أول قناة إلكترونية في الجزائر.